السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، قفل أسرارات يا سفينة النجاة تمهرتنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. تشديدات التشهد 21. تشهد لاي التحيات سيكرا يالو شدوج يفيدال ما تبقياوج 21 هاي عندناچ. خمس في اكمله امست يتموالو تشهد لاي يميغني تشهد سيهون شدا سيهون وستة عشر أسرى سدست دقمو في أقله بتنشو يبقال يمي بالو أجرو تشهد لاي يمي كين شدان وستة عشر أسرى سدست شداو تشارلو في أقله بتنشو يبقال يمي بالو تشهدست أسرى سدستال بتقلو هاند شداو تشارلو. التحيات سيبال على التاء والياء تانا ياء لاي شدال التحيات ما تبقى لبتو لتمقى. المباركات الصلوات سيبال على الصاد صاد لاي شداي قنيان. والطيبات أو الطيبات سيبال لقمو على الطاء والياء طأنا ياء لاي شداي قنيال. الطيبات لله يميلو لاي على لام الجلالة. الله يميلو لام لاي لام الجلالة مالت يا الله تبارك تعالى يلكنا مقلجا سم لاي مالت لله. السلام سنل على السين سين لاي شدا يغنيال. عليك أيها النبي سنل على الياء يا لاي والنون نون لاي والياء يا لاي سوست فدلوش لاي شدال. السلام عليك أيها النبي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله سيبال دقمو على لام الجلالة. الله ملو لام لاي شدال ورحمة الله وبركاته. السلام على السين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا السلام عليك سنل سين لاي شدال. علينا وعلى عباد الله على لام الجلالة. عباد الله سنل يعلو يا الله سم لاي لام الجلالة لاي الله ملو لاي شدال لي. الصالحين سنل على الصادي صادو لاي شدال لي. أشهد أن لا إله إلا الله سنل لقمو أشهد أن لا إله على لام الألف لام الألف لاي لا ألا ملو لاي شدال. إلا الله سنل على لام ألف ولام الجلالة. إلا الله إلا الله سنل لام الألف إلا ملو لام لاينا ولام الجلالة الله سنل يعلو لام لاي شداوچ ما تبقياوچ አሉ. واشهد ان محمد الرسول الله سنل واشهد ان على النون نون لا يشدال كفيتኛው نون بتقاراني. اشهد ان لا اله الا الله نو منلو زي لايغن. واشهد ان محمدا نون لا يشدال محمد الرسول الله سنل على ميم محمد
محمد يميلو ميم لا يشدال وأشهد أن محمدا رسول الله محمدا ميم لا تبقى درقنا ما يزال لبن هل التكنفروج وعلى الرأي الرام لا يشدال محمد رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله وعلى لام الجلالة محمد رسول الله الله ما تبقى لبت نجيب تقول هاي عند تشهد لاي يمي قنو شدا وشناتش شدا كهون قدم يفاتحة شدا وشن يفدل ما تبقى وشن سنمار عند تتكسو فدلنو شدا فدلنو شدا نمتو تبقو من نببي على لبت فدل ألال توم أنبب أن فدل عندما قدلنه هلت فدل عندما قدلنه ميهونه سلزي يصلاة مسارتي هونه تشهد لاي يا فدلوچن شداتشون حركاتشون تبقن لنا نبي كبانا بقدي لشنت ترقمون يميك أير سهتتي يتساساتو مانبب اندالا نببونه ميكوتر صلاة سيسجر فاتحة مكرات اللبت تشهد مكرات اللبت مكراته بشارة لم يتايو أكرارهم جمال تايالنا فاتحة سنكرا كسهتت يترى أكرار مكرات اللبت لحن جلي قلتي هون ترقمي الزابة فدلن بفدل يمي كير حركان بحركة يمي كير ستت منوري اللبتم عند تباله اللو تشهد لايم التحيات لايم نجاين استتوش منوري اللباتشو ياندو فدل كموجاو موتات اللبت ياندو فدل شداك اللو بشدو من نبب اللبت تشهد لاي هيا عند شداو اتشارلو تشهد يصلاة مسارتنو يمجرشو تشهد سيهون يصلاة قديتانو يمجمريو تشهد سيهون بتقولوا تشهد متملكته فرضنا وواجبنا وسنانا ويميلوا يفقها استياتو تشالو نقرقن تمراجو تشهد يمجرشو سيهون يصلاة ركننا ومسارتنا يا لفاتحة صلاة دليل هلو يا للتحيات صلاة يلم فاتحان يتوسو صلاة دم يبلاش هلو يمجرشو التحيات يتوسو صلاة يبلاشال يمجمرون التحيات بمرسات يتوسو بسجدة السهو يتقن اللتال يمجرشو يصلاة مسارة مبالوغن بسجدة السهو بهون أي التقن خمس في أكمله يتموالون تشهد سنكرا أمست تجماري وستة عشر في أقله باجر والتحيات سنكرا لقمو أسراس الدست الجنة أسراس الدست سيدمر أمست هاي عندي هون على مالت تشهد أكملنا أقل مبالا لو مالت أكمل يتموالا تشهد مالت أقل مالت رقمو تنشو زكة نيو صلاة لا يبكينو يمبالو يتشهد عينة النامة مالت زكة نيو تشهد التحيات لله أقل مبالو زكة نيو مبالو تشهد التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يميلو زكة نيو أقل تشهد سيهون يتموالا يميبالو التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يه يتموالو تشهد سيهون يفيتنو التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا يا لم يكتلو زكتنو هي بإمام الشافعي مذهب مسرة سفينان أبي شجاع عمدان منهاج تكتلو بمهيد مذهب مسارة مالت عموما تشهد بزاينتنا كتلاي صحابوت جتنقروا يتشهد اينتو اتشارلو إمام الشافعي أندون مرتوال إمام أحمد ليلانيون مرتوال
كعائشة يتزقب الله كعبد الله بن عباس يتزقب الله إمام الشافعي يمردوت شافعي يمردوت سفينة لا يالوزي وكذلك عبد الله بن مسعود يتزقب الله إمام أحمد يمردوت يتشال السنة تبلوال كقالات وچو بزات كسند وانزار سنة تشاله تبلوال بيتن يوم تشهد بن سقد باقوا بوسك سجدن ليلوش مسفرتسك تموالو درس صلاته تككن أدس تشهد نونجي مفتر ما يتشالو كدام سيل كتكس قاتشو صحابو جميهون كليلوش صحابو كتلالفو بتككلن ياسند كتزقبو حديثوش يتقين يماني يونم تشهد متك من شلال التحيات لله مالت من شلال التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله ما لا تمثال التحيات الزاكيات يميل ماله اللهم يسكيدال يشريع وقت بحر سفينه نبي صلى الله عليه وسلم لصحابوش عند استلالفوت ويم صحابوش سيادرقو السمتو نبي عند استدقوت كترقاب قرى صلاة لاي يتلاي وتشهدوش ما درق الشالال استفتاح لاي كتفويرة الإحرام بهالا كفاتحة بفيت يتلاي يدعى عينتوش واتكا من دمي الشالو هلو تلبي علي لبيك اللهم لبيك لي نبي الصلاة والسلام ميدقى قمو تميازة والتروت يتلبي عينة نبارة كالساتش ودقى بيعلو دقمو ليلو الصحابو تجميلو التلبي عينة نبارة نبي عزل قوال شريعة منجو يا نبي الصلاة والسلام تزاز يا نبي الصلاة والسلام تقبار يا نبي الصلاة والسلام ايتو ما عزلقنو كالساتش وزمن صحابو سيادر قوت نبي الصلاة والسلام ايتو زمكالو عزل قوت على الدين نومالت هذه تشهد لاي إمام الشافعي يمرت وتنم بنل التحيات والمباركات الصلوات الطيبات لله بنل إمام أحمد يمرت وتن التحيات لله والصلوات والطيبات بنل إمام الشافعي مذهب مسألت تنشو تشهد أجرو يبقى قال يبقى قال يمبالو تشهد يالوتن التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إلى آخره بنلم السلام عليك السلام علينا يالن ألفنا لام ياسقبان بنلو هلوم ياسكيدا رجمنا أجرو أكمل يتموالونا أتريالو تشهد تبلو لهلت مكفلون تكتلو تشهد استمي كنو شداوج كتراتشو يتلعي هونو هاي عند بتقلو شداوج سينورو خمس في أكمله تجمار أمست يتموال لو لا يعلى وستة عشر في أقله تنشو يبقى ليبقى كالمي بالو لي أسرا سدستا الله أقل تشهد عن دولتي سانب الله شو نسمى شوت دبك على شو التحيات لله سلام عليك سلام علينا نومي بال سلام سنلنا السلام عليك السلام علينا سنل قلب مكرته مكنيات يمي قرلو يشدى أين توجال وكذلك أكمل يتموى لو سيهون التحيات المباركات الصلوات الطيبات سنلم الصلوات لاي الطيبات لاي يمي قرلو شدى وجال النزيه سيك النسو أسرى سدستي هونال يتموى لو انتشهدان ببن نزيه سيك جمالو لكم أسرى هيا عندي هونال التحيات لله سنل تانا يالا يشدال التحيات متبقى اللبت يهبت شمار اللم حام هنا اللبت بزو سووش تشهد سيانبو التحيات التحيات بلو يانبالو سيتتنو تحيات سيهون التحيات بحا هنا اللبت الحمد لله الحمد لله عندمن لو حانها يتلايو فدلوشنا اتشو موجا اتشو من الايال قالاتو استسي قنو ترقومي كيرا لنا التهياتو سيهون التحياتو لنال يمانشو لنال مامد يقبانا المباركاتو الصلوات التحياتو مالت كبر مالت يا كبروت مقلجا يهونو نقروش بمولو مالت كبر يا كبروت مقلجا مي قبو لالله نو مالت المباركاتو الصلواتو المباركات الصلوات يعلن ما انبغى من شلالن التحيات
المباركات والصلوات والطيبات يعلن بوا ومن باب انشلال هلوم ياسكيدا المباركات يمي چمرو يمي عدقو يمي فوافو نقروج بمولو لالله تبارك وتعالى ناتشو المباركات الصلوات يتلمدو صلاة انزه رقمو دعاء لالله تبارك وتعالى بچانو ميكبو كالله جي ميسجد اللتي اللم كالله جي يسول جماعي چلون نقر ستاين تبولو ميلا من اللم الصلوات سنل صعد لاي شد دامن ورا اللبت الصلوات هم بصعد مهون اللبت السلوات السلوات تبولو بسين مهون اللبت الطيبات ملكام نقروج ملكام زراوج ملكام نقر ليهون شلال ملكام تقوار ليهون شلال صدقة ذكر إلى غير ذلك لله لا الله الطيبات سنل ضاء لاي ياء لاي شد دامن ورا اللبت الطيبات الطيبات لله على لام الجلالة يا الله أن تبارك وتعالى كبر يمي قلزو سملاي الله ملولاي شدال التحيات الطيبات التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله فزيه شافعية مذهب مسرد وتمرد أو سنكرامال وإلا بإمام أحمد بن حنبل مسرد شروط الصلاة عليه وصول الثلاثة عليه بالله مسرات عبد الله بن مسعود بزقبوت كسند أنصار يتشال بمبالو كتكيدة كتتا التحيات لله نو مبالو هلوم كان بحديث تغنيونا شكر اللهم عندو ما عنداندي كايرو مالتهم يتشالي هنا كايرو مالتهم يتشالي هنا هلي إمام الشافعي مرتوسا كابن عباس يتلالفهم بيتشا كمنل عنداندي كايشا يتلالفهم للاقزي كعمر للاقزي عبد الله بن مسعود يتلالفو تشهدو جنبنل خشوع جمر لنا عندن قالو اللي كدغاغموت ملاس لب يلمداو كقايرو حدس اندي هونبت خشوع اندي نورن يردا حدس هونوبت للباچن ملاساچن حدس هونو لما استندن بخشوع لمسجد يردا لزيهم نو صلاه لاي خشوع اندي نور كميردو كمياغزو نغروچ عندو ذكرنا دعاوچن يقايرو مدرج انكزنا سوراوچن يقايرو مقراتنا وتبلال كله قل هو الله احد ان اعطيناك الكوثر ومذا جاء نصر الله يقرو ميسجدو سوچال كزي هلك يتلايو سوراوچن يتلايو انكزوچن مقرات كله تشهد لاي التحيات لله والصلوات كمالت التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله يالو ليلوچن بحديث بتاواقي فقه كتابوش لاي سفر يمكنو تشهدوچن مقرات يمكفچا دعاوچن كايرو مادرك الى غير ذلك يمنلون عندنا استنتن حساباچن ديسبسب يرادا السلام سنل على السيني سين لا ياله شدا السلام نو منلو السلام عليك سلام أنت لا يهون أيها النبي أنت نبي هوي دنيا لا يالو كسلا يودقاوش الله سلام دي عدرقاتشو من لما نعلن الله نبي محمد عليه الصلاة والسلام سلام دي هون كموتو بهالا آخر علي الله سلام دي عدرقاتشو دنيا لا يمديناتشو بيسبوتشاتشو أمتاتشو سلام دي عدرق يهون الدعو الساتشو إنيا يسلام دعا بالنارقم بالنارقم سلامي هونو الله سلام ستاتشوال نقر قنارقو سلتبالن الشيبلن بمادرقاتشن من نتاقمونيانن ينبي وداجوج مهوناتشننن من ناسايبت من قرن عليك أيها النبي سنل يانا نون عنده يا علي سوست فدلوش لاي شدال السلام عليك عليك بعين مهونا اللبت السلام عليك عليك أي للم سيدتنا عيننا همزن ألفن مكاير مكالاكل أي قبا السلام عليك عليك أيها النبي أي يا لاي شد من نور اللبت بضم من نبب اللبت النبي نون لاي شد هالله نجزه مجرش علي يا لاي
شدال السلام عليك أيها النبي أيها النبي فتام بستو لك القرآن عندما يكرروا غنى مد إدغام يبزع منوري اللبتم أذكاروج من القرآن على اللم يكرروا نجرجن ياندانو فدل حقون ماجنة على اللبت ميت أبكاو متبك على اللبت ميوفروا موفر على اللبت ميكتنو مكتن على اللبت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله يا الله رحمة ما أنت لايهون يا الله رحمة مزنتم أنت لايهون على لام الجلالة الله ملو قال لي شدال جلالة مالت كبر مالت ولك النامالت لام الجلالة الله ملو قال لي يمي جنيو يمهلو لام لي شدال للمالت إيه لام الجلالة يمي لون الله يمي لون بلام الجلالة مقلز فكزيبو هلا فقهوج جمروسن الله ميلون لمجلس يكبر يا الله يلاك يكبر سمو كبرون لكناون يميجلس سمو مهونون لمجلس لام الجلالة يبالا يتفلقوا الله ميلو قال لاي يالو لامن لمجلس وبركاته يا الله بركان أرسل أيهون من لال السلام عليك نبي لو نبي فيت لفيت عشان ندارلو عدرجن أتجابي على سوون دمنا النجرون ونبي منا النجر والسلام عليك بلن عندنا صحابك نبي يعلون ببره بزيم الكومي كرو نبي كموتوا بهلا السلام على النبي ورحمة الله وبركاته يبال على يميل أقام نبراتش ونجرجن تذكرني أو زهامي مرتوت نبي صلاة السلام بيموتهم لبعضهم استعلو من سجدوا ساتشوا الناس تمارون من زوموا ساتشوا أنداس تمارون نونا بوستاتشن أتقباتشن أندار لسو سلن السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إبال يا الله بركة أنتو ليهون قامي تقامي بزو ملكا منقر الله لرسو يستمالتنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام سنل على السيني سينو ليال علينا وعلى عباد الله سنل على لام الجلالة الله ملو لا يشدال وعلى عباد الله وعلى عباد الله عين وش بستوال زيقا لب مالت ياندان دون عين حقون مستثي أسفل لقال السلام علينا وعلى عباد الله عباد الله بلو ميكارو سو تشارلو دالون ضمام ميارقو أقباب عدلم وعلى عباد الله على سلال لكفيت دالو بكسرام هون اللبت الصالحين على عباد الله يا الله سلام إني على يهون السلام علينا الله سلام يا دربن كالدنيا كأخيرة مدقة دنيا عليك دمت ككفر كونجل أخيرة عليك سات ككبر سكاي سلام يا دربن يا الله سلام إني على يهون يمي سقدسو هيني لا راسو دعا يا دربن وعلى عباد الله الصالحين صالح يهون دق يهون يا الله بارو تشملاي يا الله سلام يسفن الله سلام يرقاتشو النلال الصالحين بصادم هنا اللبت السالحين تبلو بسين بسسولي هنا يقبهم وكذلك صادو شدالي نورو يقبال وكذلك الصالحين بحاء هنا اللبت الصالحين الصالحين بلو حانا هان ميكالا قلو سوو تشالو مهوني اللبت معناو تككلن يترقم يمي ستو يتفلقون أساب ميقل سو الصالحين سنن صالح مالت دق يا الله باري يا مالت يا الله نمي سوو تشنم حق يمي تبك نبيات نمي كتل الله نمي فرابمو صالح بالا باجرو صالح مالت يا الله نمي سوو تشنم حق يمي تبك مالت يا الله حق سنب بجينة مملك واجب يا رقاتشو نقروشن متكبر حرام يا رقاتشو نقروشن مراك نبيون مكة سنة شون متكبر يسووج حق حقا شون متبق سيتامم متأيك سيتشكرو مردات سيساساتو ممكر ملكام قلنا شون ملكام نقرات شون ما بارتاتات مودد مدفو نقر كالبا شون ممكر ما سوقد لراسمي ودوتن ملكام نقر لنسو مودد لراسمي تألوتن مدفو نقر لسول جوش مدلات بدرجاتشو سمدنا كالاتشو قربتنا كالاتشو بالولتاتشو كهونو إلا غير ذلك تدرى ربي حقوش نورال هم بمولو يسون لج حق
ከሰው ልጆች አልፎ የእንስሳትንም ሐቅ ጭምር የሚጠብቁ የኻልቅና የመኽሉቅን ሐቅ የሚጠብቅ በሙሉ ሳሊህ ይባላል። ወንድም ይሁን ሴት፣ አረብም ይሁን አጀም፣ ድሮ ያለፈም ይሁን አሁን ያለ ወደፊት የሚመጣ የአላህና የፍጡራንን ሐቅ የሚጠብቅ በሙሉ ሳሊህ ይባላል። ባለን ኢማን፣ ባለን እስቲቃማ፣ በምንሰራው ዒባዳ ልክ ሳሊህነታችን ይበላለጣል ማለት ነው። نسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله سن الدقمو على لام ألف، لام ألف لاي، لا متلوى لاي شدال. أشهد أن لا لبب الوزيقى نون بسكون من نببو لام لاي إدغام الدرقال كقوما أشهد أن لا لن أي إذا سنكروا أشهد أن لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله إن لا لن. አንዳንድ ሰዎች አሽሀዱ አነ ላ ኢላሀ ኢለላህ ይላሉ። ይሄ ገለጥ ነው፣ ከኢዕራብም አንጻር ይበላሻል፣ የተፈለገውን መልእክት አይገልጽም። አረብ የሆኑ አስተማሪ ናቸው የሚባሉ ሁሉ መግቢያ ሲያደርጉ አሽሀዱ ላ ኢላሀ ኢለላህ አሽሀዱ አነ ላ ኢላሀ ኢለላህ ይላሉ። ይሄ ትልቅ የሆነ ገለጥ ነው። ኑን ሙኸፈፍ በስሱ ላላ ተደርጎ መነበብ አለበት። አሽሀዱ አላ ኢላሀ ኢለላህ ሸዳ ያለው ላሙ ላይ ነው። ከአላህ በስተቀር እውነተኛ አምላክ እንደሌለ እመሰክራለሁ ማለት ነው። ሶላት በሰገደን ቁጥር ይሄን እንደጋግማለን። ሶላት በሰገደን ቁጥር ይሄን እንደጋግማለን። ተውሂዳችንን ለመጀደድ፣ ቃላችንን ለማደስ፣ ለነፍሳችን ለማስታወስ በየሶላቱ አሽሀዱ አላ ኢላሀ ኢለላህ ብለን እያከ ነዕቡዱ ወእያከ ነስተዒን አንተን ብቻ ነው ማመልከው መገዛው ከአንተ ብቻ ነው እገዛ መጠይቀው እያለን ከሶላት ወጥተን ጠንቋይ ቤት የሄድን እንደሆነ ከአላህ ውጭ ባለ አካል ስም የማለን እንደሆነ ከአላህ ውጭ ያለን አካል መኽሉቅን እንደ አላህ የፈራን እንደሆነ ቃላችንን አልጠበቅንም። ሶላት ላይ ያልነውን ነገር ትርጉሙን አላወቅንም ማለት ነው። ኢለላህ አላ ላሚ አሊፊን ወላሚ ልጀላለቲ አሽሀዱ አላ ኢላሃ ኢለላህ ስንል አላ ላሚ አሊፊን ኢላ ሲለው ያለው ላም ላይ ሸዳ አለ። ወላሚ ልጀላለቲ አላህ የሚለው ላይም ሸዳ አለ። ወአሽሀዱ አነ ሙሐመድን ረሱሉላህ ስንል ደግሞ አሽሀዱ አነ አለ ኑኒ ኑኑ ላይ ሸዳ አለ። ከፊተኛው በተቃራኒ አሽሀዱ አላ ኢላሃ ኢለላህ እንላለን። ሸሃደት አላ ኢላሀ ኢለላህ ሲሆን አሽሀዱ አነ ሙሐመድን ረሱሉላህ እንላለን። ሸሃደት ሪሳለት ሙሐመድ ሲሆን ማለት ነው። አሽሀዱ መሰክራለሁ አነ ሙሐመድን ረሱሉላህ ሙሐመድ የአላህ መልእክተኛ መሆናቸውን እመሰክራለሁ እንላለን። ነቢይ የአላህ መልእክተኛ መሆናቸውን መመስከር ማለት ያዘዙትን መታዘዝ፣ የከለከሉትን መከልከል፣ አላህን ተባረከ ወተዓላ እሳቸው ባሳዩን ባስተማሩን መልኩ ማምለክ፣ የተናገሩት ሁሉ ሐቅ ነው ብሎ መቀበል። በየሶላቱ አሽሀዱ አነ ሙሐመድን ረሱሉላህ እያልን ከሶላት በኋላ የእሳቸውን ሱና ትተን በስሜታችን የምንመራ እሳቸው ያላደረጉትን ነገር የምናደርግ ከሆነ የሸሃዳን ትርጉም አላወቅንም ማለት ነው። አሽሀዱ አነ ሙሐመድን ረሱሉላህ ስንል እነዚሁ አላ ሚሚ ሙሐመድን፣ ሙሐመደን ስንል ያለው ሚም ላይ ሸዳ አለ። ሙሐመደን ወከዛሊክ በሓ መሆን አለበት። ሙሐመድ ሙሐመድ እንደዚሁ ሚሙ በበማ መሆን አለበት። ብዙ ሰዎች ይሄን ስም አዛብተው ነው የሚጠሩት የሚጠቀሙት። መሐመድ ነው የሚሉት መሐመድ። እዚህ ጋር ሁለት ስህተት አለ። አንደኛ ማ ሳይሆን ሙ ነው መሆን ያለበት። ትክክለኛ ነቢይን የሚገልጸው ስም ይሄ ነው። ለልጅም ስም ስናወጣ ሙስሊም የሆነ ሰውም በነቢይ ስም ስንጠራው ሙ ሙ ሙሐመድ እያለን መጥራት አለበት። ወከዛሊክ በሓ መሆን አለበት። ሙሐመድ መሐመድ ሳይሆን ሙሐመድ። የቁርአን የሐዲስ ቃላቶች መጠበቅ አለባቸው፣ መከበር አለባቸው። ሙሐመደን ረሱሉላህ አለ ራ ላይ ሸዳ አለ። አያይዘን ስንቀራ ሙሐመደር ረሱሉላህ ሙሐመደር ረሱሉላህ አላህ ስንል እንደዚሁ ወዐላ ላሚል ጀላለ ሸዳ አለ። እነዚህ በባጭሩ 16 በሰፊው በአክመሉ 21 ተሸሁዶችን ጠብቀን ልንቀራ ይገባናል። ሌሎች ተሸሁዶችን እዚህ ከሰፈረ ውጭ ያሉ
አንዳንድ ካላቶች የተቀያየሩባቸው ተሸሆዶችን ስንልም እንደዚሁ ተሸሆዱን ያጠናን ሸድ ያለበትን ቆጥረልንል ይገባናል። ፈስሉን ተሽዲዳቱ አቀል ሶላት ያለ ነቢይ ተሽዲዳቱ ማጥበቂያዎች አቀል ሶላት የትንሹ ሶላት ያለ ነቢይ ውስጥ የሚገኙ ሸዳዎች ሶላት ያለ ነቢይ ስናወርድ የተሟላ ሶላት ያለ ነቢይ አለ አጠር ያለ ሶላት ያለ ነቢይ አለ አቀል ሶላት ያለ ነቢይ 40 አራት ነው ዝቅተኛው ሶላት ያለ ነቢይ ውስጥ የሚገኘው ሸዳ ወይም ማጥበቂያ اللهم صل على محمد አጭሩ ሶላት ያለ ነቢይ ይሄ ነው ሶላት ያለ ነቢይ ማውረድ የሶላት ሩክን ነው አንዳንዶች ዘንድ فرض ነው ሱና ነው ያሉ ቢገኙ ራጅሁ ተከከለኛው ሶላት ያለ ነቢይ فرض ነው ሩክን ግዴታ ነው ሶላት ያለ ነቢይ ስናወርድ በሁለት መልኩ ማውረድ እንችላለን ባጭሩ اللهم صل على محمد አልያ ደግሞ اللهم صل وسلم وبارك على محمد ማለት ይቻላል እዚህ ባጭሩ ሶላት ስናወርድ አራት ሸዳዎች አሉ اللهم سنل على اللام والميم لام እና ميم ላይ اللهم اللهم صل سنل على اللام لام ላይ على محمد سنل على الميم ميم ላይ ሸዳ አለ يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تبلن تازنا النبي عليه الصلاه والسلام اوردو تبلنا بهوت عندي النبي عليه الصلاه والسلام اورد يهولم جديتا كذا وهالا يتلايو صلاه على النبي يالباچو عباداوچ አሉ صلاه አንዱ ነው صلاه ላይ تشهد ላይ صلاه على النبي ማውረድ እንደዚሁ واجبና ግዴታ صلاه الجنازه سنሰግድ እንደዚሁ صلاه على النبي አንዱ የሶላት ጀናዛ ሩክን ነው ኹጥባ ሲደረግ የኹጥባ አንዱ መሰረት አብዛኞቹ ዑለሞች ዘንድ ሶላት አለ ነብይ ነው በእያንዳንዱ ኹጥባ ላይ አላህን ማመስገን አላህን ማወደስ ነብይ ላይ ሶላዋት ማውረድ ታዳሚዎችን አላህን ፍሩ ብሎ መገሰጽና ማስተዋወስ የኹጥባ መሰረት ነው ከነዚህ አንዱ ከጎደለ ኹጥባው ተከክለ አይሆንም ሌሎችም አርካኖች አሉ እዚህ የተፈለገው ሶላት አለ ነብይ በተለያየ አጋጣሚዎች ከኛ የሚጠበቅ ዒባዳ ባጭሩ اللهم صل على محمد قال عند سو صلوات اوردوا على ማለት ይቻላል اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله يتشاله هنا سلامونم بركاونم እንደዚሁ ደግሞ ሶላት አለ ነብዩን ሶላዋቱን ቤተሰቦቻቸው ላይም ጭምር ማድረግ የሚቻልበት አጠር ያለ ነገር ግን ሁሉንም የሚያሳትፍ ሶላዋት ነው اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله على محمد በሚለው አጥፍ ተደርጎ وآله ማለትም ይቻላል اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله ባጭሩ اللهم صل على محمد سنة الارات شداوچن متبقال لبن صلي سيبال ብዙ ጊዜ ሰዎች የሚፈጽሙት ስህተት አለ ከሱ ለነጠነቀቅ ይገባናል ያውም اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد ميلو ሰዎች አሉ ይሄ ከአጀሙ አልፎ አረቡም ጭምር የሚፈጽመው ስህተት ነው صلي ተብሎ ከላም በኋላ ያ መግባት የለበትም صلي ተብሎ ያ ከገባበት ያናገር ነው ያለውን አካል እንደ ሴት አድርገን መጥራታችንን ነው የሚያመላክተው ለሴት ልጅ ሶሊ ይባላል ስገድ ይባላል አላህን ተባረከ ወተዓላ ነብይ ላይ ሶላዋትህን አውርድ እዝነትህን አውርድባቸው ከመላእክቶች ጋር የሳቸውን ክብር ማረጋቸውን አንተ ዘንድ አውሳቸው ይበልጥ አክብራቸው ማለት ተፈልጎ ነው اللهم صل على محمد ሚባል ታዲያ اللهم صل الله ወይ ሶላዋት አውርድ ብለናል የሚባለው መቼ ነው اللهم صل صل ብለን በከስራ ብቻ ከሸድጋ ካነበብነው ነው صل صل ብለን ግን ያከጨመርንበት አላህን እንደ ሴት ማናገር ነው የሚሆነው ከይ ደግሞ غلطه ነው አይሆንም በዚህ መልኩ ቁርአንም ይሁን ሐዲስ አላስተማረንም ያ ከመጀመር መተንቀቅ ያስፈልጋል
ይህ አጭሩ ተሸሁድ ከሆነ የተሟላው ተሸሁድ ይሄ አጭሩ ሶላት አለ ነቢይ ከሆነ የተሟላው ረጅሙ የቱ ነው ከተባለ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يميلون ولتم بوتالي في العالمين في العالمين إنك حميد مجيد ما لتم الشهر هي بخاري ليلة مزقبوت نبي لصحابوت يستماروت يتمولوا صلاة على النبي هين ملون مالت بلاجنو هين مالت ما يتشالبت أقادامي كتفدر باجرو اللهم صلي على محمد مالت اندم يتشال شافعي يوج حنبلي يوج إمام الشافعي إمام أحمد تكتايوج تناقرا فصل أقل السلام كصلاة مسارتوج عندو سلامن مع السلامة تشهود جرسو زنبلو برق بلو مهيدا يتشال باجرو مع السلامة تفسم والصلاة هنا التناقل بسلام التناقل والتالي من بارو بأنسبة النشو أقل السلام السلام عليكم سيب النوى أقل السلام زبكة النوى كصلاة موجع سلام السلام عليكم نوى تشديد السلام على السين سلام لاي شد يالو سين لاي بچانو السلام عليكم السلام عليكم ودى صلاة سيكبا ميبال ذكر راسوني چالة عبادة اندار لهلو كصلاة سيوتام راسوني چالة ذكرنا عبادة لهم سلام برق بلو تنستو مهيدا اشار الزوق الجبالو بت السلام عليكم مبالا لبت السلام عليكم ورحمة الله ميبال تمراجنو يتموالونو فانداند إمام أبو داود بزكبوت حديث لاي وبركاته عنداندي مجأمر اندامي اتشال تنقران نقرقن بركاتوچو إيه شاذنو بزهانن يميز عرر زقبانو سلا صلاة سلام السلامة يمي عبرارو جغتان بزو حديثوش لاي يليل لن نقر عند زقباب اتشانو يعني هتصدقونا تقبعين نتيلون بلوال حديث صحيح سلهون عند النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودان دقون نبي جاسي زور وبركاته ميلو يجمرال تقولون ببالن بيتهم تقرير لهم بلاجو تمراجو بكي يمي بالو السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يمي لهم بتقلو كصلاة سيودة السلام عليكم بلو موتات قديت عنده هنا بزهان ويفقه لكاونت اسمان مالو نقرقن كالنزيوست يتوسنوت عنده بجاي بقالي ميلاك وامال لاتشو يتوسنوت هلت مهون اللبتي ميلاك وامال لاتشو ابن المنذر ميبالو تاواكي يفقه لك يقنيو اتشو علموش بمولو كصلاة الموتات عند سلام عند ميبكا تسمام توال تناقر والبلا هزي عند نبوت علي عند قزي بجا السلام عليكم ورحمة الله يميلوا إمامو تجد مونا تجر لهم ياسكيدا بلاجو قن قلت قزي ما أدرقونه نبي صلى الله عليه وسلم بقن يبقل السلام عليكم ورحمة الله بقرا بقل ودقرا السلام عليكم ورحمة الله يلون دانبرانو إذا نقروا صلوا كما رأيتموني أصلي سسقدن دائياتشو سقدو سلالو يدرقيتاتشو كزيه ممريانا كالاتشو قا عندلاي سيدمر ሁለት ጊዜ ማሰላመት እንዳለብን እንረዳለን ሁለት ይካል አሰላመቱ የሶላት መስፈርት የሶላት መሰረት ሩክኑ አልተሟላም የሚል አቋም ያላቸው የፊቅህ ሊቃውንትም ስላሉ ወደ ግራ አንድ ወደ ቀኝ አንድ መጀመሪያ ከዛ ወደ ግራ ሁለት ጊዜ ማሰላመት ይገባናል በተቀሉ አንዴ ብቻ ወደ ፊት ለፊት ሆኖ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ካሉ በኋላ ወደ ግራና ወደ ቀኝ ዝም ብሎ መዞር ይቻላል የሚል አቋም ያላቸውም አሉ ይሄንም ያርጉ አሉ ከፉቃሃዎች ውስጥ ኺላፍ ያለበትና የሌለበትን ነገር ለይተን በማወቅ ሰዎች የሚያደርጉት ነገር ስተት ነው ስተት አይደለም ብለን ከመፈረጃችን በፊት ያደረጉት ነገር ትክክል ነው ወይስ አይደለም ብለን እናውቅ ዘንድ ለነማር ይገባና فصلن اوقات الصلاه خمسه የሶላት ወቅቶች አምስት ናቸው
ሶላቶችም አምስት ናቸው የፈርድ ሶላት ወቅቶችም አምስት ናቸው اول وقت الظهر يظهر ሶላት የመጀመሪያ ወቅቱ ዘዋሉ ሸምሲ ፀሐይ ዘንበል ማለቷ ነው ከውኩለ ሰማይ ወደ ምዕራብ መዘንበሏ ነው واخره يظهر ሶላት የመጨረሻ ወቅቱ مصير ما هو النو ظل الشيء يعند نجر تلاو مثله مصير ما هو النو ظل الشيء يعند نجر تلاو مثله كسوت مساساي أكل ما هو النو غير سايجمر ظل الاستواء سهاي أكل سماي لا يستهون يمين ورنتن اشتلا سايجمر سوتك النسو سهاي ودى ምዕራብ መዘንበሏ ከተረጋገጠ ጊዜ ጀምሮ ያለው ጥላ ተቆጥሮ የእያንዳንዱ ነገር ጥላው ከቁመቱ እኩል ሲሆን የዙህር ወቅት ወጥቷል ይባላል። ወአወሉ ወቅት ልዐስሪ የዐስር ሶላት የመጀመሪያ መስገድ የሚቻልበት ጊዜ ኢዛ ሳራ ሲሆን ነው። ዚሉ ኩል ሸይኢን የሁሉም ነገር ጥላው ሚስለሁ ከሱ እኩል ሆኖ وزاد قليلا تنش سي جمرنو يسو يا انجت يتلايو نغروج تلالاچو تلاچو كراساچو اكل هونو تنش سي جمر يا عصر صلاه وقت غفتوال يبالال واخره يا عصر صلاه يمجرشا غزيو غروب الشمس يا صحاي متلقنو واول وقت المغرب يا مغرب صلاه وقتو يا مجمريا وقتو غروب الشمس صحاي مدلقنا واخره مجرشاو دغمو غروب الشفق الاحمر قيو وغاغن بستمر ابكل ميغنيو مغباتو مدلقو متحاتو نو واول وقت العشاء يعشاء صلاه يا مجمريا وقتو مسجد ميتشالو بغيزي غروب مدلقنا الشفق الاحمر شفق الأحمر كي وقاقن مدفاته مقباتونه وآخره يعيش على صلاة يمجرش أكزيو رقمو طلوع الفجر الصادق ونتنيو قوه مكددونه ونتنيو قوه مكددونه وأول وقت الصبح يا صبح صلاة يمجمر يا وقته طلوع الفجر الصادق ونتنيو فجر موتاته قوه مكددو سيهون وآخره يا فجر صلاة يا مجرش أكزيو طلوع الشمس يا تهاي موتات متاية نوى الأشفاق وقاقنوج ثلاثة سوستناجو أحمر كي وأصفر بجا وأبيض نج تبلو يكفل مستمر بكل ከፀሐይ መውጣት መጥለቅ ተያይዞ የሚታዩ ብርሃኖች ሶስት አይነት ናቸው። አልአህመሩ ቀዩ መግሪቡን የመግሪብ ሶላት ወቅት ነው። ወልአስፈሩ ወልአብየዱ ብጫና ነጩ ደግሞ ኢሻኡን የኢሻ ሶላት ወቅት ነው። ከሶላት መስፈርቶች ሹሩጦች መሃል አንዱ የሶላት ጊዜ መግባቱ ነው። የሶላት ጊዜው አለመውጣቱ ነው። ሶላቱን መስገዳችንን ብቻ አይደለም ማየት ያለብን ሶላት መስገድ የሚቻልበት ወቅት ገብቷል ደርሷል ወይ ተብሎ መታየት አለበት። ቸኩለው ጊዜው ሳይደርስ መስገድ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። መንገድ ለሄድ ነው፣ ሐኪም ቤት ልገባ ነው፣ ትምህርት ቤት ልገባ ነው፣ ስራ ልገባ ነው ይላሉ። አይቻልም፣ ወቅቱ ሳይገባ አይሰገድም። ጀምዕ ማድረግ የሚቻልበት ሁኔታ ላይ ያለ ሰው ካልሆነ በስተቀር ያውም ጀምዕ የሚደረግ ሶላት ከሆነ ፈጅር ላይ ሲወጡ በኋላ ዙህርን በወቅቱ መስገድ ስለማልቻል ብለው ዙህርን ከፈጅር ሰግደው የሚሄዱ ሰዎች አሉ። መግሪብን ከዐስር ሰግደው የሚሄዱ ሰዎች አሉ። በዚህ መልኩ ጀማዓ ይደረግም በሁሉም ዑለሞች ስምምነት ፈጅር ሶላት ከየትኛውም ሶላት ጋር ጀማዓ ይደረግም፣ መግሪብ ሶላትም ከዐስር ጋር ጀማዓ ይደረግም። ሌሎች ደግሞ በጊዜው መስገድ አልቻልኩም ብለው አሳልፎም ይሰግዳሉ። ወቅቱ ሳይገባ በፊት የተሰገደን ሶላትም አላህ አይቀበልም፣ ወቅቱ ካለፈ በኋላም የተሰገደ ሶላትን አላህ አይቀበልም። اللهم الا ተኝቶ ወይም ረስቶ የነበረ ሰው
ካልሆነ በስተቀር። ስለዚህ ከሶላት መስፈርቶች ሹሩጦች አንዱ ወቅት ከመሆኑ አንፃር አምስቱንም ሶላቶችን መስገድ የሚቻልበትን ወቅት መነሻና ማብቂያውን ጠንቅቀን ልናውቅ ይገባናል። አላህ ዘንድ ተወዳጅ ሥራ ምንድን ነው ተብለው ሲጠየቁ ነቢዩ ሶላቱ ወሰላም ሶላትን በወቅቱ መስገድ ነው ብለዋል። አሶላቱ ሊወቅቲሃ፣ አላህ ዘንድ ተመራጭ ተወዳጅ ሥራ ሶላትን ወቅቱ እንደገባ መስገድ ነው ብለዋል። ስለዚህ ሁሉንም ነገር አቆይቶ አዛን እንደሰሙ ወቅቱ እንደገባ መስገድ፣ ትንሽ ቆይቼ ይህችን ጨርሼ ገና ነው እያሉ የሶላት ወቅት የሚያሳልፉ አሉ። ለቅሶ ሲኖር፣ ሰርግ ሲኖር፣ ትንንሽ ድግሶችና እንግዶች እንኳ ሲኖሩባቸው ዙህርን ከአስር ጋርም ይሰግዷል። አስሩንም ጭምር ወቅቱን አሳልፈውም ይሰግዷል። ምን ነው ሲባሉ እንግዳ ነበር አልተመቸኝም ይላሉ። ምን አይነት እንግዳ ነው ይሄ ሶላት የሚተውለት? ሶላት በማጉደልሽ ምክንያት ሂድ ወደ ጀሀነም ቢባል አንድ ሰው እንግዶች ከጀሀነም ሊመልሱት አይችልም። ሁሉም ነገር ከሶላት በኋላ ሊሆን ይገባዋል። በወሬ ተጠምደው በጨዋታ ተጠምደው ሶላትም ያሳልፈዋል። ቴሌቪዥን እያዩ ኢንተርኔት እየጎረጎሩ ሶላት ወቅቱንም ያሳልፈዋል። ባለጸጋችን ባለ ኒዕማችን ከሆነው አላህ ጋር የምንገናኝበት ጊዜ ነው የሶላት ጊዜ። መች በደረሰ እያለን በጉጉት ተዘጋጅተን ጠብቀን ወቅቱ እንደገባ ፈጥነን ልንሰግድ ይገባናል። ወአጅልቱ ኢለይከ ረቢ ሊተርዳ፣ ተወዳኝ ዘንድ ጌታዬ ሆይ ፈጥኜ ከፊትህ ቆም ያለው ልንል ይገባናል። በተግባር ሙናፊቅ ነው እያዘገየ የሚሰግደው። ፀሐይ ጠለቀች አልጠለቀች እያለ እየተጠባበቀ ልክ ልጠልቅ ስትል ተነስቶ ዶሮ እህል እንደሚያነሳው ነካ ነካ የሚያደርግ ይህ የሙናፊቅ ሶላት ነው ብሏል ነቢ ሶላት ሰመ ትክክለኛ ሐዲታቸው። ፈጅርም ላይ ይሄው ነው፣ ገና ነው አሁን ነው አዛን ያለው፣ ትንሽ ሞቅ ይበል፣ ቀስ ብዬ ከብርድ ልብስ ልውጣ እያሉ ፀሐይ ይወጣል። ፀሐይ ወጣ ማለት የፈጅር ሶላት ወቅት ወጣ ማለት፣ ፀሐይ ጠለቀ ማለት የአስር ወቅት ወጣ ማለት። አውቃቱ ሶላት ኸምሰቱን፣ ሶላት አምስት ወቅት ሶላት አለው፣ ሶላት አምስት ወቅት አለው። ጅብሪል መጥቶ ነቢን አሰግዷቸዋል። ስገድ ብቻ የሚለውን መመሪያ ለነቢ አስተላልፎ አላህ ዝም አላል። ወቅቱን ራሱ አንገብጋቢነቱን ለመግለጽ መካ ላይ ጅብሪል ወርዶ ነቢን ዐለይሂ ሶላቱ ወሰላም አሰግዷቸዋል። የመጀመሪያውና የመጨረሻው ወቅት ላይ ከብሁር ጀምሮ እስከ ፈጅር ያለውን ብሁርን የመጀመሪያው ቀን ላይ አወል ወቅቱ ላይ ሰገደ። ሌላኛው ቀን ላይ ደግሞ የመጨረሻ ወቅቱ ላይ ሰገደ። ሙሐመድ ሆይ ሁሉንም ሶላቶችን በዚህ መልኩ ሁለት ሁለት ወቅቶቹን ሰግዶ ካሳያቸው በኋላ ሙሐመድ ሆይ ሶላት በእነዚህ ሁለት ወቅቶች መሃል ነዋ፣ ከእነዚህ ሁለት ወቅቶች ልናስወጣው ልናወጣው አይገባም። የመጀመሪያው ተመራጩ መሆን ያለበት ከሙእሚን የሚጠበቀው። የመጨረሻ ወቅት የሚባለው ለተቸገረ ሰው፣ ላልቻለ፣ ለተገደደ ሰው አልፎ አልፎ ማናችንም ሊገጥመን ይችላል ባላሰብነው መልኩ። ቋሚ ባህሪያችን ግን ሊሆን አይገባም። ሁሌም አስርን ፀሐይ ልጠልቅ ስትል፣ ዙህርን አስር ሊገባ ሲል፣ መግሪብን ዒሻ አዛን ሲል ከሰገደን ሰነፍ ነን። ሁሌም የሶላት መጨረሻ ወቅቱ አለና እያልክ በዚህ መልኩ ስገድ ለማለት አይደለም። ደሩራ ችግር በሚገጥመን ጊዜ እንጠቀምበት ዘንድ ነው። ወይል አዛን ካለ ሙእሚን ሁሉን ነገር እርፍ አድርጎ ትቶ ወደ ሶላት ሊሄድ ይገባዋል። የዙህር ወቅቱ ፀሐይ ወደ መጥለቂያዋ ዘንበል ስትል ነው የመጀመሪያው። መጨረሻ ማብቂያው ደግሞ የሁሉም ነገር ጥላው ከራሱ ጋር እኩል ሲሆን ነዋል። ፀሐይ ወደ ምስራቅ ስትዘነበል የዙህር ወቅት ገብቷል ጀምሯል። የሁሉም ነገር ጥላው ከራሱ እኩል ሲሆን ረዝሞ የዙህር ወቅት ወጥቷል። ነገር ግን ይሄን የዙህርን ወቅት ምንለካበት ጥላ ላይ ገይረ ዚል ልስቲዋ፣ ፀሐይ ጠዋት ስትወጣ በምስራቅ በኩል ስትወጣ ወደ ምዕራብ ጥላ ይኖራል። ፀሐይ ከፍ ባለች ቁጥር ይሄ ጥላ እየቀነሰ 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 ይሄዳል። እኩለ ሰማይ ላይ ስትሆን ትንሽ ጥላ ይኖራል ከእኛ ጋር የሚንቀሳቀስ። ወደ ምዕራብ ስትዘነበል ይህ ጥላ እየቀነሰ እየቀነሰ ይሄዳል። ከዛ በኋላ ጥላው ወደ ምስራቅ ይሆናል። ስትዘነበል ያለው ጥላ ሳይቆጠር ትንሽዬ ከእኛ ጋር የሚንቀሳቀስ ጥላ ተቀንሶ ከዛ በኋላ ያለው ጥላ ተለክቶ
ከቆመታችን እኩል የሆነ ጥላ ስናገኝ የዙህር ወቅት ወጥቷል ማለት ይሄ ነው። የገጠር ሰዎች ፍቅህ የቀሩ ሰዎች ይተከሙታል ያውቁታል። አሁን ላይ ከተማ የሚኖር ሰው ቴክኖሎጂ ያመጣቸው ጊዜ መቁጠሪያ መሳሪያዎች የሚጠቀም ሰው ላያውቀው ይችላል። አያስፈልግም ብለን ልንተው አይገባም። ጊዜያዊ ትክክለኛ የሆኑ መቁጠሪያዎችን ከመጠቀም ጋር እንዲህ ነገሮችን ማወቃችን አይከፋንም። ሁሌም አንድ አይነትና አንድ ሁኔታ ላይ ላንኖር፣ አንድ አይነት ቦታና ሁኔታ ላይ ላንኖር እንችላለን። ወአወሉ ወቅት አልዓስሪ የዓስር የመጀመሪያ ወቅቱ ደግሞ የዙህር የመጨረሻ ወቅቱ ነው። ኢዛ ሷረ ዚሉ ኩል ሸይኢን ሚስለሁ የሁሉም ነገር ጥላው ከእሱ ጋር ተመሳሳይ እኩል ሲሆንና ወዛደ ቀሊላ ትንሽ ሲጨምራል የሁሉም ነገር ጥላው ከራሱ እኩል ሲሆን የዙህር ወቅት ወጥቷል። ትንሽ ሲጨምር የዓስር ወቅት ገብቷል። ወአኺሩ በመጨረሻ ወቅቱ ጉሩብ ሸምስ ፀሐይ መጥለቅ ነው። ቅድም እንዳልኩት ፀሐይ እስካልጠለቀች ድረስ ዙህር አሱር አልወጣም እያሉ እስከ 12 ሰዓት ድረስ ቁጭ ብሎ መጠበቅ ይቻላል ማለት አይደለም። እንደዚህ አይነት አማራጮች የምንጠቀመው አልፎ አልፎ የሆነ አስገዳጅ ነገር ሲገጥመን ከአቅም በላይ ሲሆንብን፣ ውሃ እየጠበቀን መንገድ የሄደን የምንሰግድበትን ቦታ እያጣን ኢላ ገይሪ ዛሊክ፣ በዚህ መልኩ ወቅቱ አለ ብለን ልንሰግድ እንችላለን። ለምሳሌ አንድ ሰው ዙህር ሰግዶ ጉዞ ከጀመረ በኋላ አስረን ከመሄድበት ቦታ ደርሼ እሰግዳለሁ ብሎ እየተጓዘ ሳለ ቦታውን በትክክል ስለማያውቅ ርቀቱ እሱ ከጠበቀው በላይ ሆኖበት፣ አሊያ ደግሞ መጓጓዣው ፍጥነቱን ቀንሶበት አስረን በወቅቱ ደርሶ መስገድ ባይችል ፀሐይ እስካልጠለቀች ድረስ ወቅቱ አለ ማለት ነው። ወርዶ መስገድ ይችላል። ፀሐይ ልጠልቅ ከቀረበች ግን ወርዶ መስገድ ማይችል ከሆነ እዛው ባለበት ይሰግዳል። እንደዚህ አይነት አስቸጋሪ ሁኔታዎች ላይ ወቅቱ አለ ብለን በአግባቡ በወቅቱ እንሰግድ ዘንድ ነው የመጀመሪያና የመጨረሻ ወቅት የሚባለው እንጂ ወቅት እንደገባ ፈጥኖ መስገድ። በአንዳንድ መዝሀቦች አስሩ ሶላት የሚገባው የሁሉም ነገር ጥላው ሁለት እጥፉ ሲሆን ነው ተብሏል። የሐነፊዮች መዝሀብ ነው። እኛም ሀገር ላይ ባህር ዳር አንዳንድ አካባቢዎች ላይ እንደዚህ አይነት አቋም ያላቸው አሉ። ነገር ግን ሶስቱ መዝሀቦች አብዛኞቹ ፉካሆች እዚህ ላይ ባለው መሰረት ነው የሶላት አልዓስርን የመጨረሻ የመጀመሪያ ወቅት የሚገልጹት። ወአወሉ ወቅት አልመግሪቢ የመግሪብ የመጀመሪያ ወቅቱ ጉሩብ ሸምሲ ፀሐይ መጥለቅ ነው። ወአኺሩሁ መጨረሻው ደግሞ ጉሩብ ሸፈቅ አልአሕመሪ ቀዩ ወጋገን መጥለቁ ነው። ሸፈቅ ማለት ወጋገን ማለት ነው። ፀሐይ ስትጠልቅ ፀሐይ ስትወጣ የሚታይ ብርሃን ነው። ቀላ ያለ ብጫ የሆነ ሰዎች የሚያውቁት ብዙዎች የሚናፍቁት ከፀሐይ መጥለቅ ጋር መውጣት ጋር ልዩ ውበት ድምቀት ያለው ብርሃን ይሄ ሸፈቅ ይባላል፣ ወጋገን ይባላል። የዓስር የመግሪብ የመጨረሻ ወቅቱ ቀዩ ወጋገን መጥለቁ ነው፣ መጥፋቱ ነው። ወደ ምዕራብ ስናይ ከሌለ የመግሪብ ወቅት አልቋል ማለት ነው። ወአወሉ ወቅት ልዒሻ የዒሻ ወቅት መጀመሪያው ጉሩብ ሸፈቅ አልአሕመሪ የመግሪብ መጨረሻ ማብቂያ ምልክት የሆነው ቀዩ ወጋገን መግባቱ መጥፋቱ ነው። ወአኺሩሁ የመጨረሻ የዒሻ ወቅት ደግሞ ጥሉዑ ልፈጅር ሳዲቅ እውነተኛው ጎህ መቅደዱ ፈጅር መግባቱ ነዋል። ይሄ አንድ አስተያየት ነው። መጀመሪያውን የዒሻን መጀመሪያ በተመለከተ ግልጽ ነው። የመግሪብ ወቅት አልቆ ቀዩ ወጋገን ከጠለቀ የዒሻ ወቅት ገብቷል። ነገር ግን ማብቂያውን በተመለከተ የተለያዩ አስተያየቶች አሉ። እኩለ ሌሊት ላይ ያልቃል የሚሉ አሉ። የፈጅር ወቅት እስካልገባ ድረስ የዒሻ ወቅት አለ የሚሉ አሉ። ሁለቱም ማስረጃ አላቸው። ዒሻም ያልቀው ፈጅሩ ሳዲቅ እውነተኛው ጎህ ሲቀድ ነው የሚሉ አሉ፣ ማስረጃ አላቸው። ዒሻም ያልቀው እኩለ ሌሊት ላይ ነው የሚሉም አሉ። ለዚህም ማስረጃ አላቸው። ሁለቱም ሶሒህ ሶሒህ የሆኑ ሐዲሶች አሉ። እንዴት ሁለት ሶሒህ የሆነ ሐዲስ ማስረጃ ይሆናል ለተለያዩ ጉዳዮች? ሁለቱ እንዴት እናስማማለን? እኩለ ሌሊት ላይ ካለቀ ለዚህም ትክክለኛ ማስረጃ ካለ፣ ፈጅር ላይ ፈጅር ሲገባ ካለቀ ለዚህም ትክክለኛ ማስረጃ ካለ እንዴት ነው ሁለት የተራራቁ ነገሮች ትክክለኛ
حق ميونوت وكل اللي يتيميلو بمرج على ميساك دسون بمرج عجن وانجلن ياسانهون نزيون سان ناسالف بتكك الوقت وسقدنا المالات ميشارب بقزي اسك وكل اللي يتيكتلها لتقدد دسو أما راجل لاتاسو فجر دان اسكالا لدرس اسك الزاي قتلها بزي ملكو ما اسمه ماتي جال الحديث سلال ولتونم ميان ملاكت حديث سلال كذابو هالا يعيشا وقتنو فجر قبال بل اسكال سقا درس فجر اسكال قبال درس يمي الحديث هال اسك اكل ليت يمي لم حديث هال ولتوم يا نبي نقرناش ولتوم صحيحناشو ولت يا نبي حديث وش قالو ولتوم صحيح كهونو ويماندو تسرزو هالن لالن ويماندو ما هني تاوتش يتقدبنو نلال إذا كفجر يميلو بهني تاوتش يتقدبنو لال جالسو إشا سقدو مغرب سقدو قوزو يجمر لفجر هقري درسالو ياله سايدر سبيكر وردو مزقد هكومو مزقد بايش القوزون فجر أدان اسكالة لدرس إشا الله مالت لكي قدم عصر لعندان نو مالت ساي اسكالة لكيش درس عصر الله قوز قال قدر درس إشا الله بمرجع كهونكن كوكل الليت مالا في اللبت كل الليت يمن لو سهي كتلك الشبك زي جمرو قوز كي كدر رسي اللون زي لهولت كفلانون هل يقدر سدسات على اللهم كل الليت عندان دي همسات كاربا همستي هنا عندان دي سدسات كمنامن هنا عندان دي همس كمنامن هم لي هنا سلال عندها قرون ده لليت ورزمة النادرت هذه وكل اللي تمالت واللي هم سدسات مالت على اللهم هي اللي ببالو مسويتش وكل اللي سيبال سدسات لاي بچانو ميقوموت يللي تاندارات تنيا يللي تاندس وستنيا يللي تاندو لتنيا يبالا لحين من نوكو سهاي كتلك الشبك زي جمرو سهاي اسكمت وطا قوه اسكمي كدبت يفجردان اسكمي وطا بدرسي اللهم زي يللي تيوماش كتبالة لهولت ماكافل የሌሊት አንድ ሶስተኛ በሚባልበት ጊዜ ለሶስት ማካፈል የሌሊት አንድ አራተኛ በሚባልበት ጊዜ ለአራት ማካፈል የኢሻ ተመራጭ ወቅቱ የሌሊት አንድ አራተኛ ላይ ነው መጀማ መስገድ የሚወጅበት ሰው ካልሆነ የሚቸገር ሰው ካልሆነ የሌሊት አንድ አራተኛ ላይ መስገድ የመጀመሪያ አንድ አራተኛ ላይ መስገድ ረፈድ አድርጎ መስገድ ተወዳጅ ይሆናል አርፍዶ መስገድ ተወዳጅ ነው ያሉ ደግሞ ሶላት አልጀማዓት ተው ቤት ገብቶ መስገድ ይቻላል ማለት አይደለም ለወንድ ይሄን የሚያርጉ ሰዎች አሉ ሶሂህ ሙስሊም ላይ يعيش صلاة وقته رفض دارقو مزقرنو بزي ساعات صلاة ميتبك سوي اللهم كنان توجي تتشقر الله تشوف بالل هلية بزي وقت نبر ما سقدات شوالو عشوان لكن بدأ مارف دوت ويمي الحديث الله نقرقن جمالا ما يسقدسو ويم جمالا ما يوجب بسو ويم دقمو جماعة وتسمامتو أرفضن نسقر كالنو صحابو چونك تنكر صحابو كبدو عشو يا رسول الله زانات تنيو سيتوش تنيو بلو هيدو أسفقد أواجه أستاوس أواجه بتككلم يتنيو صحابوش نبارو الزوست صف لهونا وصلاة يتبقو نبي صلاة السلام تتشقر الله شوبالل هل يشا بزيه ملك بزيه وقت نبار مستقلوت مدر لاي صلاة انكوش ولو ميتبق سوي اللهم بزيه سات كنان توجي بلا واجه هذه كتشالة جماع ما يوجب باتشو بيت ميسقلو سيتوش ودسو استقل ودارسات استقلتو بيسقلو يتشالة هنا لما يزن لما يرسى انقلف لما يتلوس اعترف الله ولو مكسر دائما تامالت هذا جيتو مزغرو سنانو سايسغدو متنياتو دغمو حرامنا وانجل صلاه وقت ما سالف اسك فجر الله تبولالنا تنيچي تنسچي كفجر كا سجدالو ما يبال اسك فجر يتبالو لتجدد امراج لاتا سو بتانو واول وقت الصبح يصبح وقت مجمريو طلوع الفجر الصادق ونتنياو فجر موطاتو نوال وآخره مجرش أو رقمه طلوع الشمس سهي موتات وانوع فجر الصادق سيبال تكاراني فجر الكاذب ميبال على مالت الفجر الصادق مالت هنا تنيا نقات مالت بس تمسراك بكل بكومت كتبلو ميوتا كذابوها لا ميتفا برهانا لهي وشتامو نقات ببالا سهر لاي صوم لاي صلاة ملاي ليعتال للجلال سلازي وشتامو غوه نقات تبولان ليلة رقمو بست مسراك بكل أقدم بسفات ولل بولو يميتاي برهانا اللي بزاوي كتلال ملسو اي تفام
ይሄ አልፈጅሩ ሷዲቅ ይባላል። ሁለተኛው ሁነተኛው ንጋት ሁነተኛው ጎህ ይባላል። ካዲቡ ለክ እንደ ተኩላ ጭራ ነው ተብሏል። በቀጭኑ ወደ ሰማይ ከት ብሎ ይወጣል። ብዙም አይቆይም ይጠፋና ጨለማ ይተካል ቦታው ላይ። ሷዲቁ ግን አግድም ነው፣ በጎን ነው፣ ሰፋ ያለ ነው፣ የጨመረ ነው የሚሄደው። ከዛ በኋላ ፈጅርን መስገድ ይቻላል፣ ስሁርንም ማቆም ይቻላል። ነቢ ሰላቱ ወሰላም በዚህ መልኩ ገልጸዋል። ፈጅር ሷዲቅና ፈጅር አልካዚብን ከጾም ጋር ከሶላት ጋር እያይዘው ፈጅር አልካዚብ ሲወጣ ስሁር ማቆም፣ ፈጅር ሷዲቅ ሲወጣ ሶላት መጀመር ተመራጭ ነው። አላህ ሐኪም ዓሊም ነው። በእርግጥ እነዚህ ነገሮች በሙሉ አሁን ላይ ባለንበት ዘመን ከተማ ላይ አልፎ አልፎ ገጠሮችም ላይ ይሄ የተረሳ ሄዷል። የከተማ ብርሃን እነዚህ ነገሮችን ልብ እንዳንል እንዳናውቅ፣ የአላህን ቁድራ በግልጽ አይተንም ጌታችንን እንዳናልቅ በተወሰነ መልኩ ተጽዕኖ ፈጥሯል። ሌሊት ላይ 6 ሰዓት 7 ሰዓት ላይ ጨረቃ ሙሉ ሆኖ በማይታይባቸው ሌሊቶች ላይ ሰማይ መጥቶ ማየት፣ ድምፆችን መስማት ኢማን ይጨምራል። አሁን ባለንበት ዘመን ወጥቶ ማየት ቢሞክር ምንም የሚታይ ነገር የለም፣ ብዙ የሚሰማ ነገርም የለም። ከተሰማም የውሻ ድምፅ ነው። የማሽኖች የመኪናዎች ድምፅ ነው የሚሰማው። አላሁማ ኢላ ከከተማ ወጣ ብሎ ያሉ አካባቢዎች ላይ ሆኖ ተደቡር ማድረግ፣ ተፈኩር ማድረግ፣ ሐዲስ ላይ ቁርአን ላይ የሚነገሩ የሰማይ ታምራቶችን ማየት ፈልጎ የሞከረ ሰው ካልሆነ በስተቀር እና ፈጅረ ሷድቀን ፈጅረል ካድበን አያለው ፀሐይ ስትወጣ ያለው ስትጠልቅ ያለው ቢባል ብዙም አይሳካም። ባለንበት ጊዜ በእርግጥ እንደ መልክዓ ምድሩ እንደ አካባቢው ይለያያል። ከፈለጉት ማግኘት ይቻላል፣ ይገባልም ጭምር። ሐዲስ ላይ ቁርአን ላይ ክታብ ላይ እንዲህ የሚባለውን በትክክል ማየት ፈልጋለሁ ተብሎ ተፈልጎ ሊተገበር ይገባዋል። እነዚህ ነገሮችን ለማወቅ በቀላሉ አሁን ላይ ብዙ ሰዎች የሚጠቀሙ ሰዓት ነው፣ የመስጂድ አዳን ነው። ሙአዚኑ ታማኝ መሆኑን እውቀት ያለው መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ሰዓቱ ትክክል መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። አልአሽፋቁ ሰላተቱን ሸፈቆች ሶስት ናቸው አሉ። አሕመር ወአስፈር ወአብየጥ፣ ቀይ፣ አስፈር፣ ብጫ፣ አብየጥ፣ ነጭ፣ ሶስት አይነት አሕመሮች አሉ። ማነው ሸፈቆች አሉ። ሸፈቅ ማለት ፀሐይ ስትጠልቅ ስትወጣ የሚሰራጭ ወጋገን ላይ ጥግ ላይ የሚሰራጭ ብርሃን ማለት ነው። አሕመር ቀዩ የመግሪብ ወቅት ነው። መግሪብ አለ ቀዩ እስካለ ድረስ። አስፈርና አብየጡ ደግሞ የዒሻ ወቅት ነው። አስፈርና አብየጡ ከአሕመሩ በኋላ የሚመጡ ናቸው። አብየጡ ሊነጋጋ አካባቢ ሲል የሚመጣ ነው። በእርግጥ እነሱ የዒሻ ወቅት እስከ ፈጅረ ሷዲቅ ይቀጥላል በሚለው ሄደው ነው። ይሄንም አስፈር አብየጥ የሚለውንም አሁን ላይ ከተማ አካባቢ ላይ መለየቱ ከባድ። ወየንዱቡ ይወደዳል ተአኺሩ ሶላት ልዒሻ የዒሻ ሶላትን ማዘግየት ኢላ አን የጊበ ሸፈቁ ልአስፈሩ ወልአብየጡ ብጫና ነጩ ሸፈቅ ወጋገን እስኪጠፋ ድረስ መጠበቅ ይወደዳል። መግሪብ ወጥቶ የዒሻ ወቅት ገብቷል እንደተባለ ፈጥኖ ከመስገድ ይልቅ የተወሰነ ዘግየት ብሎ መስገድ ይመረጣል ለማለት ነው። ይሄ ጀማ ለማይሰግድ ሰው እንቅልፍ ጥሎት ያመልጠኛል ሶላት ብሎ ለማይሰጋ ሰው ሲሆን። ወከዛሊክ ሁሉም ሀገር ላይ አስፈርና አብየድ ላይኖር ይችላል፣ ሌሊት ወጭር የሚሆንበት እንደዚሁ ደግሞ ያሉበት ሀገር መልክዓ ምድሩ አቀማመጡ እነዚህ ነገሮችን ለመለየት ለማየት ማያስችልበት ሁኔታ ስለሚኖር የግድ እነዚህን ጠብቆ ብቻ አይደለም መሰገድ ያለበት። ፀሐይ መጥለቋ ከተረጋገጠ መግሪብ ነው። ከመግሪብ በኋላ በምዕራብ በኩል የሚታይ ቀይ ብርሃን በደንብ ሲጠፋና ሲጨልም ዒሻ ነው። ባሉበት ጊዜና ቦታ ላይ ታማኝ የሆነ ሙአዚንን ተከትሎ ትክክለኛ የሆነ ሰዓትን ተከትሎ መስገድ ይቻላል። ሀዛ ወላሁ ተዓላ አዕለም። የዛሬ ደርሳችን እዚያ ያበቃል። ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።